Hello, everyone. Thank you, Kira, for the one. أهلا بكم جميعا. شكرا كير على هذه النقاط التي قلتيها وكل المشاركين الذين انضموا إلينا من كل العالم. أرحب بكم جزيل الترحيب على هذا المؤتمر في المؤتمر لحماية الأطفال في العمل الإنساني. وأنا هاني منصوري وأنا منسق في التحالف لحماية الأطفال في العمل الإنساني. وأنا معي كاميلا جونز المنسقة. وبما أن هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول لكاميليا فأنا أدعو الجميع لكي يرحب بكاميلا في هذا المؤتمر. نحن فخورون بأن هذا هو المؤتمر السابع للتحالف لكي يكون لدينا الكثير من المشاركين من كافة القطراق. إنه رائع جدا لكي يكون هناك الهدف العالمي لحماية الأطفال في العمل الإنساني. لكي نساعد على تستطيعون أن تعرفوا من ينضم إلينا، يمكن أن تقوموا بإخبارنا عن طريقة الدردشة والقطاع الذين تعملون به. سوف إن اليوم هذه الخاصية جيدة لدينا لكي نعرف عنكم، وإذا كان لديكم جهاز آخر تستطيعون أن تضغطوا على اللينك وأن تضعوا الكود الذي وتضعوا الكود الموجود الآن في خاصية الدردشة. Camilla, do you want, should we move forward and while wait? كاميلا، هل تودين أن نستمر الآن بينما يقوم الناس بهذه العملية؟ كما تعرفون اليوم إنه اليوم العالمي للاجئين، ونود أن نأخذ هذه الفرصة لأن نرحب وأن نقول بالمقاومة التي يقوم بها كل اللاجئين في كل عالم، وأن نقوم بالتحدث عن المشاكل الذين يتعرضون لها. وأنا أرحب أيضاً وأشكر جزيل الشكر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاحتفاء بهذا اليوم. إن اليوم يركز على التحالف واستراتيجية التحالف. سوف تستمعون لكل صانعي القرار والسياسات لما هي الأولويات الاستراتيجية للتحالف. في كان نحن كان لدينا استراتيجية 2022 ل 2025. إن هذا الاجتماع السنوي سوف يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاستراتيجية وعمليات التشغيل، وسوف يركز الاجتماع عن حماية الأطفال والمساءلة والمواءمة المحلية. وأن هذا الاجتماع السنوي سيكون عن حماية الأطفال. إن هذه الفرصة لكي تعكس كيف يمكن أن تعكس هذه الاستراتيجيات في عملكم اليومي. ونحن لكي نتعلم ونشارك بالمعلومات نود أن كيف يمكن أن نضع هذه الاستراتيجيات وأولوياتنا في أرض الواقع لكي تصبح واقعاً ونقوم بالعمل بها. إن هذا السنة سوف يكون هناك الكثير من سوف نشارك معكم الممارسات حول القيام بهذه الاستراتيجيات لكي نحضر لهذا. كان لدينا طلب في المجتمع الدولي والمجتمعات الواسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان هناك الكثير من الاهتمام لقد لهذا الحدث، وقد أرادوا أن يشاركوا في هذا الحدث. وكثير من
هناك الكثير من المواد التي تم وضعها في هذا المؤتمر لكي نتحدث عن الأولويات الاستراتيجية والممارسات. نحن أيضا نشكر كل الميسرين الذين يعملون معنا في التحالف والمتحدثين والمشاركين الذين وكان هناك طلب منهم أيضا تصوير المعلومات، وإذا أردتم المشاركة مع المجتمع إذا كان أيضا هناك الكثير من العروض التي سوف تكون موجودة في في هذا المؤتمر. لهذا أيضا قوموا أيضا بالتأكد من معرض تصوير المعلومات. سوف أيضا نسمع من المجموعات العمل الذين كانوا يعملون هذه المجموعات، سوف يكون هم الأخصائيين التقنيين الذين عملوا في هذا المجموع وأيضا قوموا ب غدا سوف يكون لدينا جلسة ليكون لدينا جلسات عن البحوث وأيضا هو كيف أثر الكوفيد 19 وجائحة كورونا على العمل الإنساني، وهذا سوف يكون من الرابعة والنصف في توقيت أوروبا، وفي يوم الأربعاء سوف نسمع من المانحين وما هي الفوهات وما هي الثغرات التي يمكن سدها لاحقا. لدينا أكثر من 1200 شخص الذين شاركوا اهتمامهم بالانضمام بهذا الحدث، وهذا يشكل شيء جيد. كيف لا يكون هناك تأثير إيجابي عندما نقوم بوضع هذه الأحداث عن طريق الإنترنت؟ فمن الصعب أن نلتقي وجهاً لوجه، ولهذا فإن الالتقاء عن طريق الإنترنت قد يكون جيد. وأيضاً هناك الكوفي لاونج أو مكان القهوة الذي يمكن أن تدخلون إليه وأن تلتقوا مع وجوه جديدة وأصدقاء جهة. نحن نتمنى أن تكونوا متفاعلين معنا في جلساتنا ومع متحدثين من كافة العالم الذين يعملون في سياقات صعبة جدا، ونحن نأمل أن تكونوا أو تنضموا إلينا إلى أكبر قدر ممكن. سوف أعطيكم هنا الآن. إذا نرى أن الكثير من المشاركين قد جاءوا من قطاع حماية الأطفال، الحماية المناصرة، المناصرة للاجئين، العاملين الاجتماعيين أيضا. نرى أن الكثير من الناس قد جاءوا من قطاعات مختلفة. جولي الآن لنرجع، شكرا لكم. هناك من أفريقيا، آسيا، وشمال أمريكا، وأستراليا، وجنوب أمريكا، وأوروبا. شكراً. من خلال هذه الجلسة سيكون هناك موضوع عن الاستراتيجية من مختلف الاستراتيجية والبرامج من مختلف أنحاء العالم، لكي ونسمع منهم من أربع منظمات، هذه المنظمات الذين سوف يمثلون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية العالمية وأيضا الشبكات العالمية والمنظمات المحلية، سوف يتحدثون عن سياقات برامجهم، وسيكون هناك جلسة أسئلة وأجوبة. وأبدأ بأعطي الكلمة لألسبث شامبرد الذين هو مسؤول عن الشراكة الاستراتيجية والمناصرة وأخصائية بالمناصرة في الأمانة التحالف، لكي تتحدث عن الاستراتيجية. شكرا جزيلا كاميلا، وأهلا بكم جميعا لكي نشاهدكم في هذا الاجتماع السنوي. قبل أن نذهب أود أن أتحدث عن استراتيجية التحالف،
والحماية من خلال في العمل الإنساني. جولي، هل تستطيعين أن تضعي قد تعرفون هذه الاستراتيجية، ولكن هي كانت في قد تم في تنظيمها في 2021، أن التحالف والداعمين للتحالف قد قاموا بالمساهمة بهذه الاستراتيجية. تعكس هذه الأعضاء ووجهة نظر الأعضاء فيما يتعلق بحماية الأطفال وفي العمل الإنساني، والآن نظر في المؤتمر السنوي السابق في أكتوبر لقد عرضنا عليكم هذه الاستشارة لنرى هنا. إذن أن الهدف الأساسي هو على موضوع المركزية وحماية الأطفال وأهميتها وحماية في العمل الإنساني. نحن نعرف بأن الحماية نتحدث عنها ولا تكون خارج سياق العمل الإنساني، وكان لدينا تذكير بالأزمة الأوكرانية التي كان هناك انعدام لاستراتيجية حماية الأطفال. إذن المناصرة، التعاون، وكل هذا يساهد وينصب في هذا الطموح، إنه من الاستراتيجيات الأولوية. ولنرى بأن الاستراتيجية الأولى المهمة والأولوية هي حول موضوع المساءلة والمحاسبة، وأن الكل يجب أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة، وأن يكون هناك مسؤولية تجاه الأطفال. إن الأطفال لديهم الحق بأن نسمع لهم، ونحن كعاملين إنسانيين في مختلف القطاعات والمنظمات والنظم الإنسانية، فيجب أن يكون هناك مساهمة لحماية الأطفال. إن الأطفال يجب مشاركتهم، ويجب السماع لآرائهم، ونعرف أن هناك الكثير من الصعوبات، وأن القطاعات الإنسانية والكثير من العاملين الإنسانيين لا يعون أهمية ذلك، ولهذا يجب، وللأسف قد لا نقوم بتضمين الأطفال في برامجنا. في هذا المؤتمر السنوي هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يعملون على بعض البحوث للعرض، ولو أود أن أتحدث عن بعض التوصيات وأيضا النتائج التي حصلتنا عليها، خصوصا فيما يتعلق بالنظام الغذائي والتوفير الغذائي، وكيف أننا بدأنا بسأل الأطفال وأخذ آرائهم، وكيف يمكن أن يتأثروا بموضوع الأمن الغذائي. إذن لدينا دور نقوم به في العمل الإنساني وحماية الأطفال، ويجب أن يكون هناك لدينا مسؤولية تجاه الأطفال أيضا، لأن والسياق الثاني أو الأولوية الثانية هي المواءمة المحلية، ولأن يكون هناك مشاركة للقدرات والفرص وغيرها مع السياقات المحلية. إن الكلمة الأساسية هي موضوع التغيير والتحويل، هو تحويل، يجب أن يكون التحويل هو الأساسي. هذه الأولوية لديها جزئين، الجزئية الأولى تتحدث عن التحاول وعلى الحوكمة والتحالف، ونحن نود أن نزيد من التنوع الاجتماعي، وأن يكون هناك توسيع للقيادة وتوسيع للانخراط للعاملين المحليين، وأن نقوم أيضا بتحسين التنويع في التحالف، لكن هناك أيضا جمهور من خلفيات متنوعة، وأن يكون هناك تحويل لحماية الأطفال، أن يكون هناك نحن نعمل بدورنا على حماية الأطفال.
أن الأولوية الثالث الأولوية الثالثة هي حول السياقات المختلفة والقطاعات المختلفة والتداخل في البرامج والتعاون. يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاعات المختلفة ومختلف العاملين الإنسانيين. نحن نعلم أن الأطفال يحتاجون إلينا. هناك الكثير من القطاعات المختلفة ولديها الأدوات والمعرفة المهمة التي تساعد على حماية الأطفال. نحن العاملين الإنسانيين يعملون ولدينا علاقات قديمة جدا ونحن نعمل مع بعضنا مع بعض وهناك تعاون قديم جدا خاصة بين المجتمع الدولي وبين التحالف وبين المؤسسات المختلفة. إن حماية الأطفال وأيضاً العاملين ومجموعات العمل يكون هناك معايير واضحة لكيفية حماية الأطفال لكي يكون هناك تعاون والتعليم والصحة وأن يكون هناك شراكة مع أيضاً القطاع الخاص بالأمن الغذائي. إذن يجب أن نعمل مع بعضنا البعض خصوصاً بالشراكات الموجودة لكي يكون هناك أيضاً شراكات جديدة. أما الوقاية هي الأولوية الرابعة في الاستراتيجية وهي عنصر أهم وهي وقاية من الضرر. نحن نعلم نحن في التحالف نعمل من سنوات عديدة حول موضوع الوقاية لكي نرى بأن الوقاية من الضرر الذي يحدث للأطفال هو أهم الأولويات. ولكن نحن في القطاع الذي نعمل به والذي يركز على الأطفال وحماية الأطفال فنحن عنصر الوقاية يجب النظر إليه من نظرة أخرى وتحويله. يجب أن ننظر إلى القدرات وأن ننظر إلى العالم من خلال سياق الوقاية. إن برنامج الوقاية هو معتمد على قطاعات مختلفة جدا ولأن كل الاستراتيجيات مرتبطة مع بعضها البعض. إن الأزمة الموجودة نرى أنا بأن التحالف يجب أن يكون هذه الاستراتيجية وأن يكون لديه القوة. وأريد أن أسلط الضوء على بأن الجوهر الأساسي للتحالف هو على موضوع التعليم وأن يكون هناك أيضا تطوير لهذه الاستراتيجية وتطوير للقدرات الموجودة التي لكي نحقق الأهداف الاستراتيجية. ومن الدلائل التي استنتجناها من التحاليل التي قمناها ونحن قلنا هناك أن يكون حاجة للقيادة لموضوع تطوير المبادرات الخاصة بحماية الأطفال. إذن لدينا كل هذه الفرص لكي نتحدث بشكل مطول ومسهف في الأيام الثلاثة عن هذه الاستراتيجيات وما هي الرحلة وما رحلتنا في هذه الأولويات وأيضا أطر العمل للاستراتيجية. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة الآن لكاميلا. شكرا. شكرا ألبث. إنها مقدمة مهمة جدا وأيضا طلبوا منا أن نعطي هذا الاستعراض لها عن طريق الدردشة. والآن سوف أهتم وأحاول أن أكون في الوقت المحدد ولكن أود أن أعرف عن متحدثينا اليوم وبعد ذلك سيكون لدينا بضع دقائق لنتحدث عن برامجهم وأعطي بعد ذلك الفرصة للأسئلة والأجوبة في نهاية هذه الجلسة.
جاستن بايرا سيكون المتحدث الأول اللي هو مدير العمل الإنساني العالمي الذي أكثر من 30 سنة خبرة في العمل الإنساني في أوروبا وفي المملكة المتحدة وخاصة التركيز على السياسات والمناصرة وفي ما يتعلق وخاصة في العمل مع الورد فيجن مؤسسة الورد فيجن والذي هو يقود بالبرامج الخاصة بالأزمات رشا مغربية عفوا علاء مغربية علا مغربية التي هي أيضا تعمل في سوريا وهراس وهي أيضا تعمل في التحالف تساعد في البحث والشراكة مع المنظمات المحلية والدولية وهي أيضا لديها استراتيجية لحماية الأطفال علا هي أيضا دكتورة صيدلانية وهي أيضا تدرس عن الصحة العامة وبعد ذلك خوسيه ريفيرا الذي كان هو مستشار لنا الذي يتحدث ويركز على مشاكل الهجرة وخصوصا في مساعدة حتى أيضا كان في الشؤون الخارجية وفي أيضا في إدارة ترامب هو لديه ماجستير في العلاقات الدولية وبعد ذلك لدينا يولاندا فان بوسترينج التي أيضا تعمل في مكتب اليونيسف في إثيوبيا وهي أيضا في تهتم بزيمبابوي وبرامج زيمبابوي والصين وغيرها وغير البرامج لكي تقوم بإدارة اليونيسف وغيرها وأيضا في بنغلاديش وأفغانستان وغيرها من وتعمل في جنيفا نحن إذا نعمل لدينا الخبرات الكبيرة قبل أن أبدأ أعطي الكلمة لجاستن So much. I'll get started, and if the slides come up, that's great. But don't worry too much if they don't. Yeah, it's fantastic to be with you today. Yeah, I'm remembering that the last time I was with the Alliance was actually the launch of the Alliance, and it was face to face. So some of the gists were very different back in those days. I think it was it 7 years ago, 6 years ago, something like that, in Geneva for the launch. It's really exciting for World Vision. You know, we are. Putting children at the center of our humanitarian action and putting the protection of children is just core, so core to who we are as an organization and to the work that we do. So we're delighted to be, you know, committed members since the launch of the Alliance and that's مهمة جدا وحماسية مركزية الأطفال حتى بالنسبة لي هذا سيكون مهم جدا لدي اجتماع بعد بضعة أيام ومنصات بالتالي المشاركة في مثل هذه الجلسات هذا يساعدني كثيرا From children. Sadly, I wasn't able to be in that last session. But للأسف لم أتمكن مشاركة في اجتماع مؤخرا. نتحدث عن ذلك بعد دقيقة، بعد لحظات. موضوع المحاسبة للأطفال ضمن العمل الذي نقوم به. كما تعرفون اليوم هو يوم العالمي للاجئ. وأعددنا التقارير خلال الأعوام الماضية. وبالواقع أصدرنا تقرير اليوم عملية استطلاع. شملت أكثر من 300 شخص مشردين في 11 منزل
أو بلد. ومن بين الإحصائيات اللافتة بالنسبة لي، من بين الذين التقيناهم نسبة 44% من اللاجئين الأطفال لا يستفيدون من حماية الأطفال، وهذا ارتفاع بنسبة 30%. هناك معلومات إضافية في التقرير، ولكن هذا يثير الصدمة. 44% من الأطفال ليس لديهم حماية، لا يحظون بالحماية. إذن هذا يسلط الضوء على التقرير. بالتالي سأتشارك معكم، وأيضا أتشارك برنامجين اثنين. أولا برامج روهينجا، حيث سننظر إلى بعض المساعي التي بذلناها في إطار المحاسبة. نحن ملتزمون بالمحاسبة منذ عدة أعوام، نركز ليس فقط على الناس وإنما الأطفال. بالتالي نحن متحمسون جدا لتكثيف الجهود في هذا الإطار. سأتحدث الآن بعض الشيء عن العمل الذي نقوم به في أوكرانيا. الأزمة الأساس وأيضا الأزمة التي هي بحد ذاتها أزمة حماية الأطفال هي أوكرانيا. لا أريد أن أضيف أكثر. كاميلا، ربما تريدين أنت أن تضيفي. كاميلا، شكرا جزيلا. أتطلع إلى الاستماع إلى كلام المشاركين وسأعطيك الكلمة. شكرا جزيلا جاستن. التقرير أعتقد أنه نشر اليوم وسيتم وضعه هنا في غرفة الدردشة. أعتقد الآن أعطي الكلمة لآلان. شكرا جزيلا لك ولكل الزملاء. نحن سنركز على مركزية الأطفال وحماية الأطفال في إطار العمل الذي نقوم به، وأنا سأشرح لكم كيف عملت مؤسساتنا على حماية الأطفال والأجراء أو نظام الوقائي والأجراءات التي وضعت في المدارس التي نعمل فيها. إذا ما انتقلنا إلى الصورة التالية، يمكنني أن أتشارك معكم بعض المعلومات حول سوريا والإطار الذي عملنا من خلاله. قضية حماية الأطفال الآن أصبح عمره أكثر من 10 أعوام منذ بدء الأزمة. قبل النزاع لم يكن لدينا أنظمة وقائية موضوعة أو سياسات وقائية، وهذا خلق تحدي للعمل الذي نقوم به وخلق تحدي أمام وضع هذا النظام. نحن التزمنا بالعمل خلال أسوأ مراحل النزاعات. لدينا الأطفال الأكثر عرضة الذين هم غير قادرين على الاستفادة من الحماية. حراس أيضا بدأت بنظام في 1400 مدرسة، هذا قلل من الأذية لأكثر من 300,000 طفل. لدينا شبكة مؤلفة من 21 شبكة أو لجنة أو شبكة مختصة في الحماية في حماية الأطفال في كل أنحاء سوريا، وهذا يصب في جوهر ما أريد أن أشرحه في السؤال وفي النقاش. أيضا نحن نحمي الأطفال ضد الاستغلال وأيضا الزواج، ونريد أن نقوي المجتمعات من أجل منح فرص متساوية للفتيان والفتيات. نحن نفهم أن القيادة ستؤكد وأيضا نؤمن بأنظمة الحماية، خاصة في أماكن مثل سوريا حيث
لا يوجد أو هناك غياب للسلطات الوطنية. نحاول أن نخلق البيئات من خلال الرد على المخاوف الأمنية. الاستراتيجية التي نتبعها هي شاملة وهي تستند على العديد من المكونات، وسأشرح أكثر كيف أن المقاربة المحلية ساهمت في تنفيذ الاستراتيجية. أنا أعلم بأن الوقت محدد، سأخصص بزين الوقت لأجيب على الأسئلة وأعطيك الكلمة كاملة. شكرا أحلام، أعتقد أنك رسمت المشهد بشكل واضح وأيضا لمحت إلى ما الذي ستحدثين عنه لاحقا. المحاسبة لديكم وجود موسع جدا في سوريا وهذا مثير للإعجاب. حضوري الآن، شكرا. هل تسمعوني جيدا؟ لدينا أيضا بعض الصور هنا. Protected Passage، برنامج متعدد الأطراف، نحن نعمل معا، نستفيد من نقاط القوى. ننتقل إلى الصورة التالية. هنا أعطيكم فكرة عن القدرة، واليوم سنركز على تدخل في المكسيك. نحن موجودين في نفس الوقت في غواتيمالا وهندوراس وفي المناطق الجنوبية في المكسيك. نحن نشارك في كافة مراحل مسيرة المهاجرين، خاصة في أمريكا الوسطى والمكسيك، وأيضا نرى ناس يأتون من قارات أخرى مثل آسيا وأفريقيا. فنزويليون يأتون عبر هندوراس، ولدينا مختلف الجنسيات. هنا إذا ما نظرنا إلى الأرقام، مع نيسان عام 2022 حوالي 40,000 طلب لجوء. إذا ما قررنا ذلك في عام 2021 كان لدينا 130,000. سنتوقع كما نرى هنا زيادة في عام 2022. هذا يدل على مدى الحاجيات الإنسانية. بحسب المفوضية الأمم المتحدة، 18% من اللاجئين هم لديهم حاجات مالية بسبب الفقر الجديد. بحسب أيضا مفوضية الأمم المتحدة، نرى فجوة كبيرة في الخدمات والمساعدات الإنسانية المطلوبة. بعض المخاوف، مثلا المساعدة القانونية المحدودة، مشاكل تتعلق بخيارات خطيرة. بعض الناس ربما يعتقدون أن بإمكانهم عبور الحدود من دون المستندات، وهذا يؤدي إلى مشاكل. في نفس الوقت يعاني الأطفال من العنف والإساءة والصعوبات الاقتصادية. نحن نرى ذلك بشكل يومي من خلال التفاعل اليومي مع الأطفال. نحن كذلك نبين كيف أن الأطفال لا يتلقون التعليم، يجدون صعوبة في الاندماج بالأنظمة. هذا من أبرز التحديات عندما نتعامل مع الناس الذين هم في حالة تنقل، خاصة المراهقين والأطفال. إدارة الملفات أيضا تشكل تحدي كبير في مثل هذه الأطر. الصورة التالية، برامج التدخل. أولا نحن نقوم بإجراءات الوقاية من كوفيد، أيضا الاستشارة القانونية. ليس فقط للأطفال وإنما أيضا الأهالي، والتدخل النفسي للمراهقين. هذا من أكبر التحديات، نقوم بذلك، وذلك في إطار أو كي نرى ما هي المخاطر، أن نتعرف على حالات الانتهاكات وأن نستطيع أن نحيلهم بالشكل المطلوب. الصورة التالية، المكان والشركات. لدينا نوعين من التدخل. نحن نعمل مع الملاذات حيث هناك مهاجرين بانتظار الوثائق والمستندات، والمفوضية تنتظر عملية توفير وثائق. ولكن في نفس الوقت نحن نذهب إلى المنازل المؤقتة أو المجتمعات المحيطة في المدن الأساس التي يتواجد فيها اللاجئون، ونأخذ الخدمات إليهم. هناك نقص كبير
في الخدمات بالتالي نصل إليهم وأيضا نوفر لهم المعلومات وهذا مهم جدا. المعلومات المضللة من أهم مسببات المخاطر ليس فقط للأطفال وإنما الأهالي، نحاول أن نعالج ذلك من خلال الوصول إلى هؤلاء. وهنا لدينا بعض النتائج على وجه السرعة، تم تجديد هذه المعلومات، التدخل على مدة 5 أشهر، وهنا بعض النتائج. 50% لا زالوا رجال، 48% نساء، حوالي 26% من الأطفال، وأغلب الناس هم من هايتي وهندوراس ودول أخرى في أمريكا الوسطى، وتزايد في عدد من نيكاراغوا وفنزويلا، ولكن في نفس الوقت من أفريقيا ومن دول مختلفة من آسيا. وفي الوقت الراهن العدد الذي وصلنا إليه حوالي 18,000 وفق الإحصائيات منذ أسبوعين، ولدينا أناس على الأرض يقدمون المساعدة الميدانية. هذه فقط لمحة سريعة. شكرا جزيلا هزوري، سنعطي الكلمة ليولندا ونعود إليك فيما بعد للحصول على معلومات إضافية حول البرنامج والإطار المعمول به. شكرا جزيلا كاميلا، صباح الخير للجميع ومساء الخير حيث أنا، إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم كي أعطيكم معلومات حول الجهود في إثيوبيا في الإطار الإنساني. وأنا سأتحدث خلال جلسة الأسئلة والإجابات عن بعض النماذج التي ننفذها في إثيوبيا والتي تتعلق بالبرامج من خلال تبني مقاربة متعددة الجوانب في توفير الخدمات للأطفال. بالنسبة لإثيوبيا هي تقليديا، إذا ما انتقلنا إلى الصورة التالية، إثيوبيا تقليديا تعاني من أزمات إنسانية مختلفة، النزاعات، التمرد السياسي، المواجهات الإثنية، ولكن نرى بشكل متزايد المشاكل الناجمة عن البيئة مثل الفيضانات والجفاف. تجري منذ شهر نوفمبر عام 2020 هناك نزاع مع السلطات، وهذا النزاع قد أدى العام الماضي أو قد وصل العام الماضي إلى المناطق القريبة من أديس أبابا. إذن كل المناطق الشمالية في البلاد تأثرت بالنزاع، وفي المناطق الجنوبية الشرقية شاهدنا جفاف، حالات جفاف من أسوأ الحالات في أفريقيا. إذن تمرد، مع التمرد السياسي نرى أزمة إنسانية في كل أنحاء البلاد، وهذا قد أدى إلى عدد كبير من اللاجئين. العام الماضي رأينا أكثر من 5 مليون لاجئ، واليوم 4.5 مليون شخص في إثيوبيا هم مشردين داخليا. إذا ما انتقلنا إلى سوريا التالية، يمكن أن نرى أن إثيوبيا أيضا تستضيف العدد الأكبر من بين الأعداد الأكبر للاجئين في المناطق القريبة من الصومال وجنوب السودان. نرى أعداد كبيرة من اللاجئين، وحاليا هناك تقريبا 680 ألف لاجئ وباحث عن اللجوء في البلاد، الغالبية هم من الأطفال. وكما نرى في أماكن أخرى فإن يتم استضافة اللاجئين في أماكن حيث السلطات المحلية هي أصلا ضعيفة، وليس هناك الكثير من الخدمات، والبنية التحتية محدودة وضعيفة، بالتالي هذا يسبب توتر ويضيق على الخدمات المتوفرة. إثيوبيا هذه الأزمات المتعددة في البلاد قد أدت إلى عدد كبير جدا، حوالي 26 مليون شخص، أي ربع سكان البلد يعتمدون على المساعدة الإنسانية. وهذا ما نرد عليه، هذا ما نحاول أن نساعده كمنظمات. إذا ما انتقلنا إلى الصورة الأخيرة، بالطبع هناك مخاوف أساسية على صعيد الحماية كما في أي نزاع، وأيضا في إثيوبيا المخاوف هي مخاوف كبرى. نرى
انفصال العائلات والأطفال عن عائلاتهم في كل المناطق في تيغراي. تم فصل 8,000 طفل، وأيضا نرى مشاكل على صعيد الصحة النفسية في المناطق المتأثرة والعنف الجندري قد ارتفع. نحن نحصل على معلومات متزايدة حول العنف الجندري، البعض منه مرتبط بالنزاعات والكثير منه ليس معلن بشكل حقيقي. وأيضا إثيوبيا حققت تقدم كبير في معالجة موضوع الزواج المبكر منذ عامين، ولكن للأسف نحن نرى ارتفاع كبير خاصة في المناطق التي تأثرت بالجفاف. في بعض المناطق نرى ارتفاع بنسبة 200% للزواج المبكر، بالتالي تم إلغاء الكثير من التقدم. أعداد كبيرة من الأطفال الذين تركوا مدارس بسبب النزاعات والجفاف وبالطبع الفقر. الأزمات الإنسانية لوحدها أدت إلى 3.7 مليون طفل دفعت بهم إلى ترك المدرسة، وهو النظام الحماية الطفل هو الضعيف أصلاً، وبالتالي أصبح في حالة أضعف. قبل أن أسلم الكلمة سأتحدث عن برنامجين اثنين نعتمدهما في إثيوبيا، سأتحدث عن ذلك فيما بعد. الآن أعطيك الكلمة. نعم جيد، سمعنا بعض الشيء عن الأطر، أماكن البرامج، وأيضا كيف ترتبط هذه البرامج بالأولويات الاستراتيجية. سأغوص أكثر عمقا كي نرى كيف تعمل البرامج. أولا سننتقل إلى جاستن. جاستن، أنت استشهدت بالأولوية الاستراتيجية عندما ذكرت البرامج في بنغلاديش، ألا تطلعنا عن هذا البرنامج؟ كيف يعمل البرنامج بالطبع؟ شكرا. لعلكم تعرفون في المناطق الجنوبية في بنغلاديش لدينا أحد أكبر مخيمات في العالم، لاجئي الروهينجا من ميانمار. نحن نعمل معهم منذ أعوام عدة، وبالواقع فإن فريقي، نحن منذ عامين أمضينا يوم كامل مع الخبراء في المحاسبة في المخيمات، وتحدثنا عن المحاسبة وأن نؤكد بأن النظام هذا يعمل للأطفال. أشرت سابقا إلى الالتزامات التسعة على صعيد الالتزام، ولكن المسألة تتعلق بأن يكون الأطفال في مركز هذه المساعي، يحتل دور مركزي في هذه المساعي. لدينا برامج وضعت في أماكن مختلفة. إذن سأعطي بعض النماذج. لا تزال هناك تحديات، ولكن في نفس الوقت تعلمنا الكثير. بالطبع الأساس هو بناء قدرات الأطفال كي يشارك الأطفال في آليات المحاسبة، وكي نستطيع أن نسمع الأطفال كما سمعنا سابقا في الجلسة. من ضمن النقاط التي سمعناها الرواية، أن نسمع الرواية. إذا ما قمنا بالرواية، أن نسمع الرواية، هذا مهم جدا في رفع الوعي مثلا في مواضيع تتعلق بالتعليم والفقر. إذا الرواية أصبحت من أهم الأمور، نحن نستفيد من الروايات، ونرى ذلك في مراكز تنمية الطفل. لدينا كتب، كل هذه الكتب هي تقص الروايات، كما لدينا ما يتعلق بالأمن والسلامة مثلا في الملاعب. وبالواقع أتذكر عندما كنت هناك أنا بنفسي شاهدنا كتابات ورأينا
تدهور أمني، وأيضا سمعنا عن مخاطر في بعض المناطق في ملاعب الأطفال. أن نستفيد من معطيات الأطفال وأن نتشارك أو ننخرط مع الموظفين في المخيمات، تمكننا من خلال ذلك من تحسين الوضع. أعتقد أن كل ذلك يتعلق بإيجاد ثقافة حيث يكون الأطفال هم جزء من عملية التواصل. وفي الواقع وكما ذكرت هناك مجموعات للمراهقين للأطفال لنشاطات مختلفة، ولكن هناك تحدي نواجهه وهو المعايير الثقافية مثلا أو الأعراف الثقافية خاصة في مشاركة الفتيات. بالتالي نحن نعمل مع القادة الدينيين ومع الأهالي، وذلك من أجل محاولة معالجة بعض هذه الأعراف الثقافية على صعيد الفتيات. بدأنا نرى تغييرات حيث يتم الأخذ بالاعتبار مواقف الفتيان والفتيات. باستطاعي أن أقول أكثر بكثير ولكن أكتفي بذلك. نعم، رائع أنك أخذت التغذية الرجعية من الأطفال كي تحسن أمنهم، تواصلت معهم بشكل يسهل عليهم فهمه، وأيضا تقليل العقبات الأعراف الاجتماعية وكيف يمكن أن نغير. أعرف أن الوقت ضيق ولكن أريد أن أسمع بعض الشيء، أو أريد أن أسمع منك عن موضوع أوكرانيا، الاستراتيجية المعمول بها هناك. بالطبع بالنسبة للكثير من الوكالات أوكرانيا أشغلتنا، نحن لم نكن نعمل هناك قبل شهر شباط فبراير، ويمكنني أتحدث عن جانبين اثنين: أولا الاندماج وثانيا المحلية. سأتحدث باختصار شديد حول الاندماج. بالنسبة للاندماج، أنت ذكرت أن التعليم هو جانب، ولكن لدينا السلامة النفسية من أهم الاحتياجات في إطار الاستجابة لما يحصل في أوكرانيا. طبيعة التحديات بالإضافة إلى المخاطر على سلامة الناس، بالإضافة إلى ذلك لدينا المشاكل النفسية التي يعاني منها الناس الذين يتنقلون المشردون في الداخل. لدينا فجوات كبيرة مثلا في استفادة من الخدمات. بالتالي نحن تأكدنا من مقاربة شاملة، سواء كنا نتحدث عن فرق متنقلة أو أسر. نحن نعمل مع نعتمد مختلف النشاطات، ونريد أن نؤكد باستمرارية التعليم. كما يعرف البعض منكم، لدى الحكومة الأوكرانية برنامج تعليم عبر الإنترنت، استطاعوا أن يعتمدوا هذا البرنامج، ولكن وجدنا أن بعض الأطفال يواجه عقبات أمام الانضمام إلى التعليم بهذا الشكل، وبالتالي أحيانا نحتاج أيضا إلى استكمال ذلك من خلال التعليم الشخصي. نحن نريد أن نتأكد من أن التعليم والسلامة النفسية، نؤكد بأن كل هذا مدمج. وباختصار شديد، البرنامج هو بشكل أساس مع الشركاء. لدينا الكثير من الشركاء مهارات رقمية مثلا، وكذلك نحن نعمل في أماكن حيث هناك فجوات. نريد أن نتأكد بأنه بإمكاننا أن نبني القدرات. نحن لا يسمح لنا بالبقاء لفترة طويلة فقط لبضعة أعوام، ولكن نريد أن نؤكد من أننا سنترك المجتمعات وهم مجهزون بشكل أفضل. رائع. وضع استراتيجيين أو جانبين من استراتيجية كعامل أساس. أريد أن أعرف طبعا
بعد كيف سيكون التقدم. You might have faced in incorporating. أود أن أتحدث إذا كان هناك أي من العقبات وكيف يمكن للتحالف أن يدعمكم لكي يكون هناك عناصر لمنهج يعمل على المحلية والمواءمة المحلية. شكرا كاميلا على هذا السؤال. كما تحدثت سابقا نحن نعمل في شمال سوريا, شمال غرب سوريا, نحن خارج سيطرة الحكومة في مناطق خارج سيطرة الحكومة, لذا ليس لدينا سياسة رسمية نعمل من خلالها ونظام رسمي. للأسف نحن نواجه الكثير من التحديات, وأنا نعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال المشاركة ونعمل على إعطاء هذا النظام إلى المجتمع المحلي لكي يكون لديه استدامة. وأود أن أركز على المشاركة المحلية لأنها هي مهمة جدا لنجاح برنامج الحمايه. فكان هناك الكثير من المبادرات للحماية ودورنا يتمحور حول إعطائهم التدريب خارج الصفوف. الأطفال الذين يعانون من التمييز الجندري أو وأيضا مشاركة البنات في المدارس هي من المشاكل التي نناقشها بشكل دوري بالمجموعات النشاق. هذه حلقات البحث تساعد المجتمع, أعضاء المجتمع الدولي أو المحلي عفوا, على كيفية العمل لكي يكون هناك تركيز أهم وأكبر على الأطفال. للأسف في المدارس وفي البيوت هناك العنف يحدث, وإن إجراءاتنا للأسف هي فقط موجودة على المدارس وأوقات الدوام. لذلك من المهم أن يكون هناك نقاش وحوار بين الأطفال وبين العاملين في المدارس. نود أن نخلق هذه البيئة التي يجب أننا لا نعمل فقط مع الأساتذة والمدراء, ولا يكون هناك أيضا منهج الشامل نعمل مع العائلات ومع الأطفال, وأن يكون هناك إجراءات واضحة وإجراءات تكون محكية بلغة يفهمها الأطفال. ونحن نريد أن ننخرط مع الأهالي لأننا نرى بأنها تصبح الإجراءات فعالة بشكل أكبر لنقوم بتنفيذ هذه إجراءات الحماية, وأن يكون هناك أيضاً تعليم مباشر وأيضاً الأمانة التعليمية الموجودة التي هي المؤسسة نوعاً ما الرسمية الموجودة في هذه المنطقة. إذن نحن نرى بأن الأمانة التعليمية قد أخذت مهامها وتعمل مباشرة مع المدارس وتقوم بتنفيذ هذا النظام من خلال تلك العناصر. ونرى بأن الآن مثلا وظائف جديدة يتم الإعلان عنها في المدارس, مثلا وظيفة عن حماية الأطفال والعاملين الاجتماعيين الذين يقومون يعملون مع الأطفال والمجتمعات المحلية, وأيضا يقومون بالاجتماع بشكل دوري مع الأطفال ومع الأهالي
فهم يعملون مع بعضهم البعض لأن العمل مع العاملين الاجتماعيين والمدارس فهذا يعني بأن الأطفال يتم حمايتها. إذن نحن نعمل سوف نحاول أيضا الوصول إلى المقاومة مقاومة من طريق المجتمعات. فنحن نعمل بشكل مستمر لكي يقوموا بحماية الأطفال ومن خلال التعاون مع المجتمعات والعاملين المجتمعيين والعاملين الاجتماعيين يكون هناك تسهيل أكثر. إذن نرى بأنه عمل صعب تقمتم به لفترة طويلة لكي قمت الآن بالخطو قدما ليشمل المجتمع ليصبح منهجا شاملا أكبر. والآن سوف نتحدث غدا كيف أثرت إغلاق المدارس على الكثير من الأطفال والأهالي، وأظن أن الكثير من الأمور التي تحدثت عنها سيتم مناقشتها غدا. إذن أنا على دراية بالوقت و هزوة أود أن تتحدث إلينا الآن. لقد تحدثت في عرضك عن موضوع الموائمة المحلية، هل كيف يمكن دمج هذه الموائمة هل في السياق المحلي؟ هل تستطيع أن تلتزم بأربع خمس دقائق فقط؟ كيف هل هناك أي تحديات أو أي أمور تود تتحدث عنها؟ شكراً. إذن طبعا هناك الكثير من التحديات في هذا السياق فيما يتعلق بالموائم المحلية وأيضا البرامج، وهذا هو محور عملنا. أن المشكلة في النزوح الكبير للاجئين وطالبي اللاجئين الذي يضع ضغط على المنظمات، لأن هناك الكثير من الخدمات التي يجب توفيرها كالمأمن والمسكن. ولكن فإن حماية الأطفال يجب أن تكون في جوهر الخدمات التي نقدمها. نحن ما نؤمن به ونقوم به يجب علينا أن نتخطى هذه الفكرة. يجب أن يكون هناك منهج معقد، لأن يكون هناك عمل مختلف، على يكون لدينا موظفين يعملون مع المؤسسات يتعلمون من بعضهم البعض وأن يعرفون عن السياقات ويعرفون أكثر عن الخبرات والوضع. وأيضا يجب دمج الخدمات المختلفة التي لدينا لحماية الأطفال لكي تكون مدمجة مع بعضنا البعض ويكون منهج شامل وكامل ويقوي. إذا نقوي من القدرات الموجودة لهذه المؤسسة وأيضا من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. وأيضا من السياقات التي نتحدث عنها هي موضوع ممر الهجرة، ونحن نؤمن بأننا نترك خلفنا قدرات كبيرة وقوية تستطيع أن تقوم بعملها يوما بعد يوم وأن تتعلم يوما بعد يوم. أود أن علينا أن ندرك مشكلات حماية الأطفال وأن تكون أمرا يعترف به وينظر عليه على محمل الجد. يجب أن يكون دعمنا بطريقة مختلفة ومنهج مختلف، وأيضا التعاون بين مختلف المؤسسات. نحن لا يمكن أن نضع
أن نضع البرامج في سياق وأن نضع برامج جديدة وأمور جديدة وأن يكون السياق نفسه يجب أن يتغير السياق وأن يكون هناك أيضا تواصل بين الأشخاص الموجودين على أرض الواقع وأن يقومون بمشاركة مع المعلومات مع المنظمات الأخرى وأيضا مع العاملين المحليين بحيث نحدد الفجوات ويمكن أن 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 نعرضها إذا هذا لا يكون نستطيع من خلاله أن نحصل على نتائج أكبر وأن نحصل على نتائج أحسن. إذن هناك الكثير ما نتعلم منه وأنا طبعا شكرا جليا. هذا كله يرتبط بموضوع المساءلة الذي تحدثنا عنه. أنا طبعاً لحفظ الوقت سوف أعطي الكلمة لجولانيا. جولانيا لقد تحدثت عن موضوع الأولوية الاستراتيجية الثالثة وعلى موضوع القطاعات المختلفة وهل هناك أي أمثلة تستطيع أن تحدثين عنها؟ وهي طبعاً أود أن أتحدث عن نموذجين قمنا بتنفيذهما في أثيوبيا فيما يتعلق بالتعليم الحماية التعليم والحماية الأطفال والآخر عن موضوع الصفوف. الأولى في كثير من فيما بعض المواقع المحددة هناك كثير من النظم التعليمية التي انكسرت ولم يكن هناك لم تكن هناك نظم واضحة ولهذا كان قمنا بتزويد بفراغ ومكان آمن للأطفال لكي يقوموا بالتعليم وهناك أيضا منهج سميناه ببتي وهو هذا المنهج هو منهج يعمل على أن يكون هناك موظف خاص لكل قضية. الآن هناك نظام آخر نموذج آخر هو كاش أند كير أو كاش بلس وهو الرعاية والدفع وأيضا تحويل بعض الأموال النقدية لبعض المجتمعات المضيفة لكي يكون توظيفها لتحديد الحماية أيضا. إن هذا النموذج كان لدينا نماذج مختلفة فهذا النموذج هو تنفيذ لدعم المجتمعات المضيفة ونحن نستهدف الفئات المنازل أو العائلات التي تقوم برعاية اليتامى وغيرها وهذا من خلال العمل الاجتماعي وهذه البيوت مثلاً هي يتم زيارتها من قبل العامل الاجتماعي وهذا العامل الاجتماعي يقوم بوضع خطة في وهذه البيوت ومن خلال يتم تحديد احتياجاتها فقد تحتاج إلى بعض الاحتياجات المعينة مثلا أو تحتاج إلى خدمات لمعرفة أقاربها أو تعقب الأسر أو المفقودين في مغارسة في السنة الفائتة حوالي 60,000 شخص تم العناية بهم من خلال برنامج كاش أند كير وهناك الكثير الآلاف من العائلات التي تم زيارتها من قبل العاملين الاجتماعيين وهذه الأعداد
قد تزداد لتصبح حوالي 4,000 بيت. أما البرنامج الثاني هو المال للأطفال, cash for kids. إن تعطي الأموال للأطفال الذين موجودين في عائلات مستضعفة في أثيوبيا مثلا. هناك طبعا مثلا هي هذه الأموال هي مختصة لإعطائهم مستلزماتهم مثلا الفوط الصحية وغيرهم. في أثيوبيا الفتيات والنساء لا يحبون الأمور التي نقوم ببعثها, ولهذا لا نستطيع أن نعمم ما نبعثه للبيوت. وهذا أيضا مثال من أماغة. يجب نحن من خلال العاملين الاجتماعيين نقوم بتركيز على البيوت ذات النساء الفتيات الذين يأخذون بعض الأدوات التي تسمى بالديجنيتي كيت, وهي بعض الاحتياجات والأدوات والمستلزمات. نحن لا نقوم فقط بوضع الأموال, بل أيضا نأخذ أيضا مداخلات من عاملي الاجتماعيين. إذا لدينا الأدوات, أدوات الكرامة التي تسمى بالمستلزمات, وأيضا بعض الأموال, وأيضا بعض الرسائل حول الوقاية والحماية وكيف يمكن الحصول على المساعدة إذا كان هناك أي حاجة للمساعدة في حالات حدوث العنف. إذا كان هناك روابط مع العوامل الاجتماعية, نحن نحاول أن نأخذ أن يكون هناك تواصل للفتيات والنساء ليكون لديهم دعم من خلال العامل الاجتماعي. إذن في ما يتعلق بهذا البرنامج, حوالي 14,000 فتاة ونساء تم التواصل معهم من خلال العامل الاجتماعي. لقد تحدثت عن التحديات بشكل مختصر في المداخلات المتضمنة للتعليم والحماية. فهناك في بعض التحديات هي بما يتعلق بموضوع القدرات. هناك العدد القليل من المؤسسات التي تختص بحماية الأطفال والتعليم, وخاصة في إثيوبيا. والمشكلة أيضا في موضوع التمويل المانحين. فالمانحين المانح قد يكون مهتم فقط بحماية الأطفال وليس مهتم بالتعليم, أو يكون مهتم بالتعليم وليس بحماية الأطفال. في موضوع برنامج كاش بلس, فإن العاملين الاجتماعيين المحليين هم قليلين بالعدد, ولهذا من الصعب أن يكون هناك عامل اجتماعي موجود في كل الأماكن. أن هذا المنهج الإداري جديد في إثيوبيا, وهو منهج جديد خاصة فيما يتعلق بالعامل الاجتماعي, ولهذا ونرى في إثيوبيا أن لدينا عدد قليل من المنظمات غير الحكومية بسبب الوضع السياسي, ولهذا من الصعب أن نقدم الخدمات المختصة في كل المناطق وفي مناطق إثيوبيا. أعطيت لك بعض الأمثلة الآن. هناك الكثير من الخدمات التي تقدمينها في أثيوبيا. شكرا لكم.
وهناك أيضا الكثير من الارتباط بما قاله الكثير من المتحدثين وأنا أن المشاركين يودون أن تكونوا معهم على الخط للتواصل معكم كما قلت تستطيعون الذهاب إلى الكوفي لاونج لكي هناك أي مشاركات أو أي تواصلات وأن تذهبوا في الساعة الرابعة هناك أيضا سيكون الجلستين الأخيرتين لليوم حول موضوع البرامج والانخراط وأيضا الموائم المحلية التي سوف تبدأ في الساعة الرابعة وسوف أيضا يكون هناك جلسة لتصوير المعلومات التي من خلال الفيلو قبل أن نختم أود أن أشكر جاستن على خوسي وجوليان على مشاركتهم اليوم معنا ونحن قد أثار اهتمامنا ما قمتم به وما هي التحديات التي تواجهونها والقدرات وأنا أظن بأن من المهم أن ننظر في هذه الجلسات للبرامج والأمور التي نقوم بها لتحقيق تلك الاستراتيجية الآن لنذهب إلى الجلسة الثانية وشكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة شكرا جزيلا لكم مع السلامة.